السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي مزيان؟ كي درتو اليوم؟ جيت نقدم لكم، بغيت نصايب غدايا وقلت نشاركو معاكم. انتما غتشوفوا الخضراء في كوكوط في عوض باش نقليها ولا فاش نسلقها، ندير لها واحد الطريقه اللي غتعجبكم، غتشوفوا غتعجبكم. انتما البنات دابا البطاطا درتها على هذا الشكل، هذا تقطعيها على هذا الشكل، خيزوت هو تقطعيه على هذا الشكل، الجزر تقطعيه على هذا الشكل، البطاطيس الجلبانه وشويه الربيع. دابا غنبدا نجيب الكوكوط. عندي الكوكوط ما فيها والو، يعني خاويه. تدير خيزو، ندير بطاطا، ندير الجلبانه، نقطع عليهم الربيع، ربيع تديري خضر، تقطعي عليهم ربيع، ديري شويه الملحه، شويه البزار، بحسب الذوق البزار، وشويه الزيت بجهد 3 المعالقات كبار ديال الزيت. صافي، وكتسدي عليهم الكوكوط، ما ديروا لا ما لا حتى شي حاجه، تسدي عليهم الكوكوط وديروا على نهار مهيله، ومن بعد غتشوفوا الطريقه كيفاش دايره. تخليوا 5 ديال الدقائق وغات صافي، 5 حتى 10 كاع الماكسيموم، حتى 10 ديال الدقائق، وتكون النار مهيله بزاف. وفاش كتجبديها شهوه منها زوينه. انتما البنات، من بعد ما طيبت 10 ديال الدقائق، تيبقى داك الزيت اللي درت ليها كيبقى لتحت وما كتحرق ما حتى شي حاجه. نتوما كتشوفوا ملي غنحطوا ما تحركوهاش، فاش ديروها في الكوكوط ما تحركوهاش. ودابا غنحطوها، انتما حطوها بشي صفاي بحال هذا الشكل هذا باش يطفى داك الزيت اللي لتحت. ما كتجي ما هي مسلوقه ما هي مقليه، تجي واعره، تجي شهوه منها. تجي محمرة زوينة، عجربوها ذوقوها غتعجبكم بزاف. هانتو شتو كي كتجي؟ هانتوما البنات، كي كتجي كتجي شهوة منها، وبصحة وراحة، بصحتكم وراحتكم. يجربوها ما غتندموش عليها. وكنتمنى منكم تدعموني في القناة، الله يجازيكم بخير، وان شاء الله في كل مرة غنحط لكم الجديد، ونتلاقى معكم في فيديو اخر جديد ان شاء الله.